بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في شهر ديسمبر من كل عام نتذكر اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم وعماد بيانه وتأسيسه. وقد كانت اللغة العربية في الجزائر ولا تزال رمزاً لوحدة شعبنا ووصلاً لقيمنا حضارتنا السامية الراقية التي كانت بلسان عربي مبين. واللغة العربية هي سبب في وصل الأمة العربية وفهم النص الحكيم فهماً مبيناً، يوصلنا إلى أن نرتبط بالأفق الحضاري المستقبلي. واللغة إنما تنمو بالاستعمال وتنسى وتطوى بالإهمال. وجدير بنا أن نتذكر اللغة العربية وأن نرسخ محبتها وفهمها ودراستها وتطويرها في عقول أبنائنا وناشئاتنا الذين من واجبهم أن يحتفوا بالقرآن الكريم وباللسان العربي المبين ليكونوا نموذجاً من الهوية التي تضمن لهم الحصانة وتجعلهم في مستقبلهم في أمان وضمان. والجزائر الآن التفتت التفاتة طيبة إلى اللغة العربية لتؤكد هويتها وتبين للعالمين أن لسانها العربي هو لسان الحضارة والتطور، وأنه الضمان لدخول العالم الجديد الذي ترنو له جميع الأمم بمكنة ترجع بها إلى أن تكون خير أمة أخرجت للناس. ونحن نثمن الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للغة العربية ورئيسه وبعض الجمعيات الخيرة، فنشد على أيديهم ونشجعهم على الاحتفاء باللغة العربية وعلى غراسها المتين والمكين في نفوس الأجيال القادمة. وفقنا الله تعالى جميعا لأن نعيد للعربية رونقها وبهاءها، وأن يكون مستقبلها رضيا نقيا على أجمل وأكمل ما يرنى له. وشكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.